أزمة الكهرباء الأزمة التي يمتد عمرها إلى عمر الثورة في البلاد، لم ينجح المسؤولون خلالها في توفير الطاقة بنسبة 100% من الاستهلاك المحلي في بلد يعد غنياً بمصادر الطاقة. ظاهرة هذه ظاهرة كبيرة جداً جداً جداً، وهذه تأرق الشركة العامة للكهرباء وتأرق المواطن ظاهرة الأسلاك المسروقة. أنتم تشوفوا تلاحظوا في الإذاعات المرئية إن الكم من الأسلاك المسروقة رقم كبير. شركة الكهرباء قالت إن الاعتداء على الخطوط وسرقة أسلاك الضغط العالي بعدة دوائر توزيع زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، التي تنعكس بدورها على شبكة التوزيع وتزيد من معاناة المواطنين. عندنا حصر لسرقة الأسلاك المسروقة في طرابلس على سبيل المثال من الأسلاك النحاسية العارية تقريبا ما يعادل 431 ألف متر، أي 431 كيلو كسور. القيمة المالية متاعها ما يعادل 16 مليون دينار. يجب على الدولة أن تقوم بمهامها حول الإجراءات التي اتبعت من سرقات لهذه الجهة الاعتبارية والتي تخدم مصلحة الشعب الليبي أينما كان وأينما حل، ولذلك يجب متابعتهم قانونيا وعدم التهاون معهم، لأن العملية متكررة باستمرار وهذا مما يؤدي إلى أضرار البلاد. تواصل الأعمال التخريبية والسرقات جعل شركة الكهرباء تناشد العديد من الأجهزة الأمنية في عدة مناطق بوضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها بأي شكل من الأشكال لحل هذه الأزمة نهائياً. انعدام الأمان والحماية لغرف الصيانة والسرقات المستمرة لمحطات الكهربائية وتخريبها كلها أسباب تؤدي إلى نتيجة واحدة، انقطاعات مستمرة وإظلام تام. سناء حبيب، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس.